أوكتافيا أصبحت أصغر، هذا هو انطباعي الأول عندما رأيت هنا سكودا فابياكم بالجديدة، ولكن هل التزم النموذج الجديد بأبعاده الخارجية؟ في فئتها تعد فابيا واحدة من نماذج الكومبي الأكثر شعبية، ثمنها المنخفض جعلها من أكثر السيارات مبيعاً، وبهذا الموديل تنطلق سكودا بقوة في عام 2015. تم تعديل جميع مميزات الشركة التشيكية وزيادتها في السيارة الجديدة مقارنة مع سابقتها. السيارة التي نختبرها مجهزة بأقوى محرك بنزين بسعة 3.2 لتر. بعد تجاوز تباطؤ الحركة في البداية تبدو السيارة بمحرك قوته 110 أحصنة رياضية أكثر، وبناقل سرعة يدوي يمكن أن تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 9.6 ثواني. ومن يحبذ القيادة المريحة أو بأسلوب دورة القيادة الأوروبية فيمكن للاستهلاك أن ينخفض إلى أقل من 5 لترات. وتضم سلسلة محركات فابيا كومبي حالياً 3 محركات بنزين ومحركي ديزل. عند الجلوس في الخلف ينسى المرء بأن هذا النموذج من قطاع السيارات الصغيرة، فالمساحة المتاحة في الخلف هنا لطوال القامة ممتازة حقاً. من بعيد لم تلتزم لغة تصميم سكودا الجديدة بالصورة الجديدة الديناميكية للعلامة التجارية، ولابد من النظر في التفاصيل. وبين حواف دقيقة يظهر على مقدمة فابيا شعر سكودا والمتمثل برأس تمثال هندي، والخلف أيضا جدير بإلقاء نظرة على تفاصيله. مثل نماذج أخرى سابقة تمتلك فابيا كومبي حلولا بسيطة وذكية، من بينها فاصل الأمتعة هذا الذي يساعد على تثبيت الأمتعة الصغيرة أثناء القيادة عندما لا يكون صندوق الأمتعة ممتلئا كليا، وعند الحاجة لاستخدام المساحة الكلية يزال هذا الجزء، مما يتيح الاستفادة من الحجم الكلي للصندوق. 530 لترا حجم صندوق الأمتعة في فابيا كومبي، ولكن بطي المقاعد الخلفية تصبح سعة صندوق الأمتعة حوالي 1395 لترا. يمكن توزيع أمتعة بأحجام مختلفة داخل صندوق الأمتعة. المزعج هو الحافة العالية عند المقاعد الخلفية المطوية. مختبرنا يقوم على الطريق باختبار مجموعة الحركة في فابيا الجديدة، فما هو انطباعه؟ مجموعة الحركة لا تشعر بها ما دمت لم تحاول تحطيم أرقام قياسية في المنعطفات، فإذا فعلت ذلك تصير أقل ثباتا. اختياريا يمكن أن تزود سكودا فابيا برادار أمامي يساعد على الفرملة في حالة الطوارئ لمنع التصادم في المدن، وبذلك يمكن للشركة التشيكية مواكبة المنافسة في فئتها بأنظمة مساعدة عالية الجودة. الحيز الداخلي يتحدث عن نفسه، وأعجبتني كثيرا التطبيقات باللون الأسود اللامع. بالطبع هنا الكثير من البلاستيك الصلب، ولكن مقابل السعر لا داعي للتعجب. ميزة اللمعان متوفرة بألوان مختلفة، مقاعد مريحة وعناصر تشغيل واضحة تميز فابيا. من يرغب في استخدام جهاز الملاحة فعليه أن يكون مستعدا لفوضى أسلاك التوصيل. زودت سكودا نموذج فابيا كومبي بنظام ميرور لينك يمكن من عرض محتويات الهاتف الذكي على شاشة الراديو، ومن ثم تشغيل جهاز الملاحة أو الموسيقى. ومع نهاية مايو أيار يمكن للزبائن الحصول على جهاز ملاحة مدمج في فابيا كومبي. عموماً ظهرت فابيا كومبي بمظهر جيد، صندوق أمتعتها أصغر قليلاً من الموجود في أوكتافيا، وفي المقابل طبعاً سعرها أرخص قليلاً.